بيأيدك وبيدعمك ومستنيك ان شاء الله ترجع بالسلامه. عايزك بقى تبص للكاميرا بتاعتك، الكاميرا اهي، تقول لهم كلمه من كريم ندفد لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا بشكر جمهور النادي الاهلي على دعمهم ليا الفتره اللي فاتت، وان شاء الله ارجع اقوى واحسن باذن الله في اقرب وقت، ونتمنى دعمكم ومساندتكم لينا في الاوقات الجايه، ان الاوقات الجايه صعبه واحنا محتاجين دعمكم لينا، وان شاء الله نوعدكم باقصى حاجه نعملها، وان شاء الله نرجع بطوله افريقيا للنادي الاهلي باذن الله. كريم في النهايه بشكرك. انا مبسوط جدا جدا بالحلقه دي، ومبسوط ان انا ابقى موجود معاك، وان شاء الله يعني هنتقابل في حلقات تانية تكون متوج بلقب الدوري والكاس والسوبر وافريقيا والسوبر الافريقي ان شاء الله. يا رب باذن الله يا عمر، وانا مبسوط كنت معاك، ويا رب اكون ضيف خفيف عليك باذن الله. لا انا استمتعت بيك جدا، وكل الناس استمتعت بيك، والردود الافعال يعني انا شايف ان هي اكثر من محترمه، ودايما يا كريم موفق، ودايما ان شاء الله من نجاح لنجاح. يا رب يا عمر حبيبي، ربنا يخليك. وصلنا مع حضراتكم للاسف لنهايه حلقه اليوم من سهره مع النجم.